السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي نوران علاء، طالبة في تانية ثانوي، طالعة أتكلم عن حجم الكارثة اللي دكتور طارق شوقي حطينا كلنا فيها، ومفيش أي فايدة، يعني شكينا وبلاغات وكل حاجة، وعبرنا عن رأينا وعن مشكلتنا بسلمية تامة، مفيش أي حاجة. مش عارفة الدكتور طارق شوقي مش راضي يسمع لمطالبنا ليه أيا كانت. يعني أنا طالبة أهو في تانية ثانوي، المنظومة يا دكتور طارق عايزة أقول لحضرتك أثبت فشلها بالكامل. الدليل على كده ان النتيجه طلعت 3 مرات ليا انا كطالبه. يعني انا نتيجتي طالعه 3 مرات، مره ناجحه مره ساقطه، اخرها كان امبارح ان انا ناجحه، والدرجات مش درجاتي، يعني كمان لا دي تقديراتي ولا دي درجاتي، يعني فيها ظلم باين. انا كان معايا ناس في اللجنه بتحل بالبركه حضرتك، يعني زي ما بنقول كده، ما فيش اي تفكير، والاجابه اللي تقابلهم بيحلوا بيها، ورغم ذلك ناجحين بامتيازات عني بكتير. يعني وانا اللي كنت قاعده ومعايا ورقتي وقلمي وقاعده بفكر في الاجابه مره واثنين وثلاثه وعشره، جايبه اقل منهم. انا ذنبي ايه؟ ذنبي ايه انا لما الامتحان يقفل عليا وندم اخصائيه التطوير تقول ما اعرفش وما اعرفش ايه المشكله، وتعمل لنا محضر اثبات حاله حضرتك والوزاره ما بتعترفش بالمحاضر؟ يعني انا ذنبي ايه كطالبه عملت محضر في ماده اشيلها؟ حضرتك جايب لا ده نظام تعليم ناجح وكلنا يعني اثبتنا فشل باجماع من اولياء الامور وباجماع من جميع الطلاب ان المنظومه اثبتت فشلها، ولكن حضرتك الوحيد اللي طالع ومقتنع تماما 100% ان المنظومه ناجحه، رغم ان الكلام بيقول عكس كده والافعال تماما. انا داخله ماده زي العربي، انا مذاكره من ملخص زي ده الترم كله، الملخص حوالي ما يقرب ال 400 وحاجه صفحه، عشان حضرتك يجي لي 5% من الاسئله؟ هل ده نظام تعليم؟ انا جاي لي العربي، امتحان العربي كله بره المنهج، ورغم ذلك حضراتكم مشيلين الدفعه كلها عربي. يعني انا مش فاهمه حضرتكم بتفكروا ازاي، او ده نظام تقويم او تعليم ان انا يجي لي 3 اسئله بما يعادل 5% بالظبط من نسبه المنهج؟ هو ده نظام تقويم؟ المفروض دلوقتي ان ارمي الكتب دي حضرتك واسيب مذاكرتي واقعد اقرا بقى الكتب من بره ومناهج غير مناهجي؟ تمام. حضرتك طالع امبارح بتقول بنك المعرفة دخلوا عليه اكثر طلاب، اكثر من 4 مليون طالب. حضرتك انا اقسم لك بالله ان انا يعني من ساعة ما خدت التابلت وسجلت على بنك المعرفة انا ما دخلتش بنك المعرفة 3 4 مرات. من ساعة ما دخلت اول مرة ما تلاقيش في حاجة لمادتنا، ما تلاقيش في منهج دراسي ليا. حضرتك جرب كده ادخل بنك المعرفة، بنك المعرفة كل محتوياته ما فيش ولا محتوى لينا احنا كطلاب. انا بدخل الاقي كتب المدرسه تمام نازله على بنك المعرفه، مفيش ولا فيديو، يعني نادرا لما تلاقي فيديوهين ثلاثه للمنهج كله او للماده الواحده، بلاقي حاجات غريبه تماما. وحضرتك بتقول بنك المعرفه، بنك معرفه ايه اللي انا اخش استفيد منه ايه؟ انا لما طالبه تطلع لي نتيجتي انا جايبه امتيازات طول حياتي ومن الاوائل ابتدائيه او اعداديه، اجي في ثانيه ثانوي مستقبلي ودرجاتي تقل بالطريقه دي ليه؟ انا تجيلي درجات غير درجاتي والامتحان يقفل عليا، وحضراتكم لما جبتوا مستشار الماده حط اسئله غلط في كذا ماده والنواتج كانت غلط، والمدرسين كانوا بيخشوا يقولوا لنا اختاروا اقرب ناتج، كنا بنختار اقرب ناتج، فوجئنا ان احنا ساقطين وحسبتوا غلط المستشار ده علينا. يعني حضرتك ده مستشار حاطط الاسئله غلط وقلت ان الاسئله مش هتتحسب عشان ذنبنا ان انا جايلي الناتج غلط. انا احاول مره واثنين في الامتحان يرضي مين ان انا اجيب الاله واقعد واشتغل واضيع يعني حوالي ربع او تلت ساعه في الامتحان في مساله واحده، وفي الاخر يدخل المستر يقول ده الناتج محطوط اصلا غلط او المساله غلط. طلعت حضراتكم قلتوا ان المشكله هتحلوها وان مش هتتحسب علينا، فوجئت انها متحاسبه علينا. انا واحده مقفله امتحان الاحياء ومراجعاك بالكلمه بعد ما طلعت جايبه فيه تقدير زي الزفت. اللي كانوا معايا فاتحين موبايلات في اللجنه وبيغشوا، والحمد لله يعني هم اذكياء زي ما حضرتك شددت وقلت اللي غشوا اذكياء في مؤتمر امبارح. يعني حضرتك كنت قاصد بمعنى اصح الكلمه ان النظام معتمد على ان اللي يغش هو اللي ليه فرصه هو اللي ينجح، لكن انا كطالبه بتفكر وبتذاكر بالنظام عادي ماليش اي حقوق ولا ليا حق اصلا ننجح. انا صاحبتي كانت جنبي في اللجنه بتحل اي كلام في اي حته بالمعنى كده اصلا وبتختار وخلاص، وجايبه امتيازات اعلى مني وانا جايبه اقل تقديرات. يعني يرضي مين؟ حرام. دي رساله انا بوجهها لرئيس الجمهوريه، يعني احنا تعبنا، انا تعبت، يعني اللي ذنب الطلاب اللي بتنتحر او بتفكر في الانتحار ده في رقبه مين يا دكتور طارق؟ عايزين حد يجاوبنا. انا مش انا يا جماعه احنا بنطلب حقنا بكل سلميه، انا ما طلبناش حاجه ضد القانون ولا تخالف البلد، طول عمرنا واقفين مع البلد واقفين مع رئيس الجمهوريه، من حق البلد انها تقف معانا شويه.
يعني انا ليا حق ان انا اتعلم تقديرات زي كده ولا درجات زي كده؟ احنا انا سكتنا كلنا في اولى ثانوي لما حضرتك حيلتنا وقلت انا هنجح الكل، رغم ان شيلتنا ملاحق في الاول وبعد كده نجحت الكل. سكتنا وقلنا ماشي، سنه وعدت والسنه الجايه هتعدلوا السيستم وهتعدلوا النظام. بالعكس، السيستم والنظام رجعوا اسوأ من الاول والله. يعني انا في تانية ثانوي، احنا بنتكلم في مسألة، انا احنا 3 شهور كطلاب تانية ثانوي رايحين تالتة ثانوي اللي هي مستقبلنا كله معتمد عليها. حضرتك بتقول لو ما جبتش الامتياز اللون الازرق او الامتياز ده كده ماليش كليات، ولو قعدت في 20 سنة في تالتة ثانوي معنى كده ان انا اهلي تعبانين ومكبريني ومعلميني وصارفين عليا عشان اجي اقول لاهلي ايه باي وش اصلا؟ يعني انا كل املي داخل ثانويه عامه وبذاكر وبتعب عشان في الاخر اطلع كليه حلوه ابقى حاجه في البلد. يعني ده اقصى طموحاتنا واقصى طموحاتنا، وحضرتك ما فيش اي حد في الدوله ملتفت حتى ليها. انا عايزه سؤال بس لاعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الشعب والبرلمان، احنا بننزل كل سنه ننتخبكم، حضراتكم ما شفناش، انا في محافظتي انا ما شفتش عضو مجلس شعب ولا عضو مجلس نواب واحد طلع قال كلمه حتى معانا. يعني احنا بننزل ننتخب بحضراتكم وبننزل ندعمكم وتمام التمام، عشان المفروض انا كرئيس برلمان او رئيس مجلس الشعب اتكلم على مشاكل دايرتي. مش قاعدين حضراتكم مكانكم خايفين على كراسي المجلس وكراسي البرلمان وسايبين احنا الطلاب بنهتف عادي وما فيش ولا كأن حد بيقول حاجه. الجمهوريه كلها مقلوبه على النتائج، ما سمعتش فين اعضاء مجلس النواب ولا اعضاء مجلس الشعب؟ انا قرار من عندي انا هم من مكاني انا بامر كل الناس وكل اولياء الامور وخاصه اللي طلابهم اللي ليهم اولاد في سننا في ثانيه ثانوي ومستقبلهم بيدير بالشكل ده مقاطعه انتخابات المجلس الشعب ومجلس النواب كل ده اللي جاي. لو قطعنا الانتخابات بجد هيعرفوا ان البلد هيتصلح حالها. يعني احنا نقاطع الانتخابات نهائيا لحد ما يطلع حد يتكلم بقى، لان انا تعبت. يعني ذنب الطلاب اللي بتنتحر واللي بتحاول واللي بتفكر في الانتحار واللي نفسيتها زفت، انا من ساعه ما النتيجه ما ظهرت انا داخله في حاله اكتئاب فظيعه. انا لا فوجئت لما لقيت نفسي ساقطه في النتيجه، اقسم بالله كانت هتجيلي جلطه. تخيل طالبه في ثانيه ثانوي كانت هتجيلها جلطه بسبب نتيجه ثانيه ثانوي وبس. تخيل سنه ثالثه ثانوي لو طلعت النتيجه بنفس الوضع، هيبقى ذنبي في رقبة مين وذنب اصحابي في رقبة مين؟ يعني حرام ولا مش حرام؟ يا دكتور طارق اتمنى الرسالة دي توصل لحضرتك على مكتبك، لان بجد احنا تعبنا. التابلت حضرتك هتقول لك ولا ليه اي 30 لازمة. يا حضرتك اهو ايه اللي عليه؟ مفيش اي حاجة، مفيش اي حاجة تهدف للتعليم. احنا واخدين، ولكن انا عايزة امتحاناتي ترجع ورقة، ابقى مطمنة على ورقتي. مش ذنبي ان لما الامتحان يقفل عليا اخصائية التطوير تيجي تقولي ماليش دعوة واشيل المادة، وحضرتكم ما بتعترفوش لا بمحاضر ولا بغيره وغيره. بعتنا شكاوي لرئيس الجمهورية، بعتنا شكاوي لرئاسة الوزراء، مفيش حد بيتحرك، كله نايم في الآخر. اتربقت على دماغنا يا جماعة، احنا 3 شهور بالظبط ورايحين تالتة ثانوي، الكارثة الكبرى. حضرتك قلت عملت النظام ده عشان تقضي بما يسمى على بعبع الثانوية العامة، حضرتك خليت حولت البعبع لكابوس ثانوية عامة. انا دلوقتي مش عارفه اذاكر، انا اصلا مش جاي لي نفسي اذاكر الترم الثاني بمنظر النتيجه اللي انا شفته. انا ذاكرت وتعبت الترم الاول جايبه تقديرات زي الزفت، يعني واللي ما ذاكرش جايبه احسن مني. انت كده بتدفعنا لايه حضرتك؟ يعني انا كده ايه الدافع ليا؟ اي باي نفسي هرضى ان انا اذاكر الترم الثاني او السنه الجايه؟ مستقبلي هيبقى متعلق على سيستم؟ هاجي اقول لاهلي معلش اصل السيستم وقع في الماده، شلت سنه ثالثه ثانوي. حضرتك طلعت في مؤتمر امبارح ما وضحتش حاجه، قعدت تقول النتيجه والنتيجه والنتيجه، ماشي خلصنا من موضوع النتيجه ده، لكن المشكله في ايه دلوقتي؟ المشكله ان انا في مستقبل بيضيق. حضرتك افكارك صح تمام معاك والكلام اللي بتنزله وبتقوله صح، لكن ما فيش فعل صح، الفعل كله والترتيب غلط من الالف للياء. يا دكتور طارق انتبه، احنا في مشكله كبرى. دي نداء واستغاثه للسيد رئيس الجمهوريه، يا فندم احنا دعمنا البلد كذا مره وبندعم حضرتك واقفين مع البلد، جه الوقت ان البلد تقف معانا فيه. انا حق ان انا اتعلم عادي وانجح بامتيازات زي ما انا عايزه، وعايزه اطلع حاجه في البلد مشرفه لما اطلع كليه قمه او اطلع حاجه واروح بعثات اقول لهم لا والله يا استاذ انا نظام تعليمي في مصر، انا اتعلمت في مصر. تخيل احنا بلد خارجه من التصنيف وبنذاكر من التصنيف العالمي للتعليم نهائيا تماما. يعني تخيل انا بذاكر لامتحانات وبدخل امتحانات والسيد الدكتور طارق شوقي بيضيع مستقبلنا عادي،
وما فيش عشان بلد خارجه من التصنيف اصلا، ولا عمرنا هندخله طول ما احنا في الجهل والتخلف ده. التطوير يا دكتور شرقي مش بتابلت ولا لابتوب ولا غيره غيره، التطوير بالتفكير الصح والتطبيق الصح، مش بتابلت خالص والله، ولا تكنولوجيا. احمد زويل ومجدي يعقوب والناس دي كلها كان على ايامها تابلت الثانويه العامه ابدا، طلعوا بورق عادي وطلعوا علماء، والبلد كلها بلاد العالم كلها بتشكر فيهم. انا اتمنى في اخر الفيديو ان الرساله توصل لدكتور طارق شوقي على مكتبه، ويعني حسب الله ونعم الوكيل في مستقبلنا اللي بيضيح. كل الشكر والتقدير لكم، والسلام عليكم ورحمه الله.